السلام عليكم يا شباب. مع الحلقة الثانية إن شاء الله هنتكلم عن التحية الكشفية. إيه هي التحية الكشفية؟ هي تحية إشارة أو رمز أنا بقوله أو بديه للقائد بتاعي كاحتراما وكتقدير لي، وبقولها وأنا بقول الوعد، وبقولها أثناء تحية العلم، بعملها أثناء تحية العلم. التحية الكشفية بتاعتنا أهي، عاد الإيد أهو، الصباع الصغير تحت والكبير فوق الصغير، وليها رمز وليها مدلول. ايه هو مدلول التحية الكشفية؟ التحية الكشفية بتقول انا قلت في الوعد اعدو ان ابذل جهدي فيما يجب علي نحو الله ثم الوطن وان اعمل بقانون الكشافة. ادي التلات بنود بتوع الوعد: الله، الوطن، اعمل بقانون الكشافة. تمام. بعد كده الصغير ينحني احتراما للكبير، والكبير يعطف على الصغير، الصغير ينحني احتراما للكبير، والكبير يعطف على الصغير. دول دي كده معناها، ده مدلول التحية الكشفية، ده كده مدلول التحية الكشفية. ودي زي ما قلت بنقولها في تحية العلم، بنعملها في تحية العلم احتراما للقائد، او انا رايح استاذن من القائد في حاجة معينة بدخل عليه بديله التحية. التحية دي عندي منها حركتين: لو انا مش لابس المنديل الكشفي بتبقى بزاوية مستقيمة، لو انا مش لابس المنديل الكشفي باجي اعمل ايديا كده بزاوية مستقيمة، لو انا لابس الزي الكشفي بتاعي بدي التحية كده، لو انا مش لابس بدي التحية بالمنظر ده، تمام، زاوية مستقيمة، لو انا لابس اللبس الكشف بتاعي بدي كده. دي كده التحية الكشفية.